للحديث أكثر تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة الجوهرة الفارس، وهي أخصائية تثقيف الصحي بمجلس الصحة الخليجي. أستاذة الجوهرة صبحك الله بالرضا، حياك الله. يسعد صباحك. صباح النور، يا حياكم الله جميعا. كيف حالك عبد الله وسارة؟ الله يبقيك وحييك، وأنا أخوك بخير، جعلك بخير. الحديث عن هذه الحملة خصوصا أنها تلامس فئة مهمة اللي هم المراهقين، لأنه كثير من الناس عندهم تصور أن المراهق المرحلة هذه زي الجهاز. يعني هالمتغيرات تشغل المرحلة جديدة يعني في الحياة وبالنسبة للجنسين، لا، الأمر آخر، ليس فقط يعني مثل ما يقولون الناس أنه والله تغيرات فقط داخلية، إنما هذه تمس النفس بشكل كبير. أهمية هذا الجانب وهذا المفهوم تحديدا، أنه اليوم ما أقول بس مراهق وحيتغير حالته ويعود، لا، هناك جانب نفسي يجب مراعاته في تلك الفترة. بالضبط، احنا أصلا هدفنا من هذه المبادرة أو هذه الحملة كانت بناء على أن في بالدراسات تشير أن الناس يشتغل يعني عندهم الأهل في الخليج الوعي حول أن المراهق أنه هذا طبيعي أن يجيه الأشياء وأن التغيرات المزاجية. نعم. ولكن مثل يلجأ للطبيب النفسي، لما إحنا نعرف أن بناء على WHO ومنظمة الصحة العالمية أن نصف الأمراض النفسية تبدأ ترى فترة المراهقة، فهذه الفترة خصوصا لها تغيرات مزاجية وتغيرات في الهرمون قد تسبب له أمراض نفسية وقد تسبب له اضطرابات في الجهاز النفسي أصلاً حق المراهق. فإحنا كنا كأهل كيف نوعيهم إنه في علامات تدعي إنك تودي طبيب، في علامات إحنا مفروض إن ما نستخفيها. فكان الهدف صراحة من هذه المبادرة إن نعلم الشخص والأهل بالذات إنه متى تودي ولدك مختص نفسي. ترى الصحة النفسية ما يبيلها إنك تعطيه إفتاءات وتعطيه عبارات تقنينية كثر ما يبيلك إنك تسمع وتتفهم له، خصوصاً في هذه المرحلة. بإذن الله الحملة راح تطلق عدة منتجات، في منتجات راح تستهدف الأهل بذاتهم، في دليل إن شاء الله بينطلق يقيس أصلاً ويعلم الأهل إيش الآليات اللي يتعامل معها المراهق، كيف نعرف سمات مرحلة المراهق، كيف تسمع، كيف تفرق بين الاكتئاب وبين القلق، هل القلق اللي في ابنك طبيعي أو ما هو طبيعي. ففي هذا التنوير عن هذه عن هذا الجزء وعن هذا الجانب بإذن الله. نعم، يعني أنا لفت نظري الشعار الصحة النفسية يبيلها، ولفت نظري أيضا استخدامكم لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك في عرض بعض يعني المفاهيم أو بعض التصحيحات لبعض المشاعر اللي ممكن يعاني منها المراهق في هذه الفترة، وكيفية أيضا تعامل الأهل مع ابنهم أو بنتهم اللي في سن مراهقة سواء مع القلق أو غير ذلك. لو تكلمنا عن الشعار، لو تكلمنا كيف كنتوا قريبين من هذا العمر من خلال يعني استخدام الوسيلة المناسبة لإيصال الرسالة لهم. طبعا احنا ما اطلعنا بهذا الشعار الا بعد بناء علمي له. احنا قعدنا طبعا مع مجموعات من اليافعين والمراهقين في كافة دول الخليج. طبعا يوم جلست معاهم بهذه الحوارات طلع لي عبارات هم يقولونها بنفسهم، فكان مثلا مراهقة وتعدي هذه ترى عبارة طلعت لي من مراهق نفسه، قلت ترى هاي انقالت لي بهذا العمر وأثرت علي. فجميع يعني حتى الشعار الصحة النفسية يبيلها ترى طلع من المراهقين ذاتهم، كون انه ملامس لهم يحسون انه دائما دارج نسمع له. احنا دائما نسمع الصحة النفسية يبيلها تغيير، يبيلها تسمع لها، يبيلها، بس ما عمر احد تكلم عن ان الصحة النفسية بالمجمل يبيلها انك تروح مختص، يبيلك تهتم فيها، يبيلك تراقب علاماتك اللي على ابنك فيها. فهذا الشعار كان ناتج من جلسات مع المراهقين بحد ذاتهم ومع المختصين، بحيث اننا احنا لما نبني الحمله نبنيها بناء علمي يدعم الفئه المستهدفه. طبعا تيك توك تم اختياره كمنصه لما لاحظنا ان المراهق بهذا العمر هي القناه اللي دائما تستهدفها وهي المنصه اللي دائما هم متواجدين فيها. فاسلوب الرساله، اسلوب كيف نعلمهم طريقه التعامل جاء من نفس لغتهم هم اليافعين. جميل، يعني أجمل شيء أنه هذه الحملة تأتي منهم، يعني من هذه الفئة المستهدفة. أخيرا وعلى عجالة، دامكم جلستم معهم كيف شفتم حاجتهم لهالجانب فعلا، هالتعزيز في الجانب النفسي، إيش كانوا يقولون؟ أي طبعا إحنا لما كنا نجلس معاهم بهذه الجلسات كان أغلب اليافعين يقولون أنه ترى أهلنا شوي عندهم مفهوم الصحة النفسية يبيله توعية زيادة. إحنا أوكي متقبلين، بس إحنا قاعدين نمر بعلامات ما نعرف هل أنا طبيعي بهذه المرحلة أني أفكر كثير بالمستقبل وأفكر بدراستي أو مو طبيعي. فإحنا بإذن الله طلعنا زي تطلع الأسبوع الجاي أداة بالموقع لك للحياة تقيس الشخص بمجرد ما يكتب السؤال اللي هو في باله، هل طبيعي أني والله أقلق على أشياء وما أنام،
هل طبيعي؟ طبعا الاجابات كانت معتمده على من مختصين، بحيث انه نسهل للمراهق انه لما يبحث عن المعلومه يلقاها من مصدرها العلمي الصحيح. جميل، يعني هذا الشيء مهم جدا انه الواحد يلقى المعلومه في المكان الصح. لانه بعض الناس ممكن تتوهم انه عندها احدى هذه الاعراض او الاضطرابات وهي تكون ما عندها بالفعل هذا الاضطراب، او العكس يكون بيعاني بالفعل من اضطراب ولكن يعني يتساهل مع الموضوع، فبالتالي لازم الواحد يروح لجهه يعني تعطيه بعض المعلومات أو كل المعلومات اللي ممكن يكون محتاجة هذا حول هذا الموضوع أو يلجأ للمختصين. شكرا لك يا أستاذة الجهرة الفارسي، أخصائية تثقيف صحي بمجلس الصحة الخليجي. شكرا جزيلا، يومك سعيد. يعطيكم العافية جميعا.